التمسك بالسنة أمان من الضلال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: وقد جاء 3 نفر يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تطالوها فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بكلامهم فقال: أنتم القائلون كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، شاهدنا من الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن رغب عن سنتي، سواء أرغب عن تعلمها أم رغب عن العمل بها أم رغب عن الدعوة إليها، كل هذا يعتبر سواء. إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبيبنا وحبيبكم، شفيعنا وشفيعكم، الذي هو مشفق علينا أعظم من أنفسنا. فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يضعن فيها وهو يذبهن، فأنا آخذ بحجركم وأنتم تتفلتون مني.